والقتل الا اعتدوا اليهم بمثل ما اعتدى اليكم، العين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل والجروح قصاص. برضه قاعدين يعاينوا بس جايكم يا ناس كاس وطور وبلبل. ده مين بيتر كلام عديل؟ والله العظيم ده قال لي تليفون قال لي والله قال داري 120 معلش اقسم بالله كلهم زارعين في المناطق دي. الله ينال ابو الجنجوي ساتر. عليك دينك شوف الرخصه دي، عليك دينك شوف الرخصه دي يا جماعه. طيب 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 انا جايك جايك اسمع اسمع الكلام ده. السلام عليكم المجتمع العربي، الأسرة الكريمة الرحيمة الشرفاء، كيف أصبحتم أخواني؟ أبارك الله فيكم. بكلمكم كلام عاجل. الزرقة اللي أمس السيارات اللي بتشوفوه هنا اللي جابتهم الفرنسيس القوات التشادية جابتهم من البشي من غادي ونقلتهم في الجرارات ده، الشيء ده كلك أسلحة ودبابات. وهسه الزرقة اليوم كلهم كاسا لموهم، اليوم ده في اشتباكات بين بين ادرع والجنين الزراق ده كله لموهم، الجيش الشاذي ده لملمهم وفرنسا دعمتهم، وهسه تاني امس مطلعوهم من الجنين هسه كده. دعمتهم باسلحه وهسه جايين خاشين الجنين، قالوا اما الموت اما الحياه. وتوا اخواني بعدين نحن الشعب اللي فيه فتشات، بعدين خلوا دعواتكم، والشيء الخاش من تشات ده لابد الناس اللي قاعدين في تشات ده من قاعد جاي ده يكلم الناس يكون في استعداد. اخواني دعواتكم، اخواني دعواتكم، دعواتكم للأسرة. أين الجنجويتي؟ الجنجويتي ده الله جرى ما يتقدر. ها؟ قال لهم يا جماعة أنا هنا والناس ديل وسلحهم وفرنسا وجايين وياي وياي، الناس ديل جايين هنا يا جماعة. الدعوات يا جماعة، أرفعوا الدعوات يا جماعة، يا جماعة سبحان الله. زول بيقتل وبيغتصب وبيسوي سبع ذمته وبيرفع يدينه كده، يعني هو بعرف الله، هو جنجويتي بعرف الله، هو جنجويتي اليهود أشرف منه يا جماعة. قال يا جماعة أدعو الله يا جماعة، يا جماعة يا جماعة دعواتكم يا جماعة يا جماعة. طيب أنا أقدر أدعو معاك سوا يا جماعة، اسمعوا لي يا جماعة، الجنجويتي قال دعواتكم يا جماعه. انا ذاتي لازم، يعني انا لازم اكون ارق كبدا، يعني انا لازم اكون زول انساني عندي ضمير وعندي احساس، انا لازم اكون زول يعني ها. لا يمكن يا اخي، من لا يرحم الناس يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. يا جماعه لازم ندع الجنجويتي طلب مننا، نكرر النقطه دي عشان ندع عليهم يا جماعه الدعوات دي يا جماعه. الزرقة اللي أمس السيارات اللي بتشوفوه هنا اللي جابتهم الفرنسيس القوات التشادية جابتهم من البشي من غادي ونقلتهم في الجرارات ده، الشيء ده كلك أسلحة ودبابات. وهسه الزرقة اليوم كلهم كاسا لموهم، اليوم ده في اشتباكات بين أدرع والجنين الزراق ده كله لموهم، الجيش الشاذي ده لملمهم وفرنسا دعمتهم، وهسه تاني امس مطلعوهم من الجنين هسه كده. دعمتهم باسلحه وهسه جايين خاشين الجنين، قالوا اما الموت اما الحياه. نعم. وتو اخواني بعدين نحن الشعب اللي فيه فتشات، بعدين خلوا دعواتكم، والشيء الخاش من تشاد ده لابد الناس اللي قاعدين في تشاد ده من قاعد جاي ده يكلم الناس يكون في استعداد. اخواني دعواتكم، اخواني دعواتكم، دعواتكم للأسرة. ايوه دعواتكم يا جماعه، انا ذاتي قال لي يا جماعه دعواتكم. والشغله دي الزرقاء قال بعد يا موت يا هيا تهيا، انا ما كلمتك، انا قلت لك الجنينه حره حره يا زول، دق من طرف غضب الهي نار جهنم. الجنجويتي طلب مننا يا جماعه الدعوه، دعوه كلكم يا جماعه، كلكم ارفعوا يدينكم، شد رفعتوا هاي
يلا يا جماعه قولوا وراي: اللهم دمرهم يا الله، اللهم دمرهم يا الله، اللهم شتت شملهم يا الله، اللهم اري الحق حقا واري الباطل باطلا يا الله، اللهم دمرهم وشتتهم وبددهم ويتم اولادهم ودمرهم وقطعهم كويس ونكلهم يا الله، اللهم فرج عليهم كويس خلقك كله يا الله. انت ما قلت ادعو صح؟ احنا دعينا. دمرهم وشتتهم ووددهم ويتم اولادهم واري الحق حقا واري الباطل باطل. انت قال لك الله دجال انا ما اتقازو. طب الجو في مخك ازو؟ طب ليك ولا شنو؟ انت لو تعرف الله تجي تقتل الناس وتتلف في بيوت الناس اصل الامارات والبيوت الفخرتون ده بناهم ابوك حق جدك حق ابوك انت ما دعاك الجيش يتخاطب مع الجيش تنط في بيوت المساكين ليش شنو؟ ها؟ انت داير الدعوه صح؟ بس نشوف الله ده بنصفني انا ولا بنصفك انت؟ الله ده ظالم؟ حاشا حاشا. بس حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرم لا تظالموا ظلم ظلما. جنجبيل انت حمام ميت طلع قتلك انت هيل. قال دعواتكم يا دي الدعوات حقنا بتمشي فيك والله زي هناك. وانا والله شوفوا يا جنجبيتي بعد ده انا كويس. انتوا حاولوا امرقوا الموضوع بسيط يا جماعه. انا داير احل المشكله يا جماعه. انا داير مش قال لي انت فتنه وانت كده وقتلت الناس والتفاصيل ده بتاعي. انا داير احل المشكله حسي ده. اقل من 5 دقائق داير اقفل اللايف واحل المشكله. ممكن افتح دعوي لنفر نفرين 3 نفر يجي يضيفوا لي حاجه في اللايف وممكن اقفل اللايف كده. انا داير احل المشكله حسي والمشكله بسيط جدا جدا. داير نحل حسي ده بس الحل دايرنا الحل يا جنجويت. اي زول سوداني هو جنجويتي خد سلاحك وامشي بيت امك ما في زول بسالك. واي جنجويتي قاعد في بيت زول في الخرطوم في اي محل امره وسلم نفسك واتخارج. واي جنجويتي هما من السودان ما سوداني طوالي شيل بوجتك وقول يا جماعه الروب وانا مشيت. لانه افريقيا الوسطى افريقيا الوسطى تمام؟ الفرنسيين استلموها تب ما في ثاني جنجويتي عنده هناك حاجه. الموضوع ده تكون القوات الفرنسيه انتشرت بعد ده. من افريقيا الوسطى لغايه انتشار. شغل افن تمام؟ ده الحل النموذجي. الكدرتو عاي نتحاسب بعدين بس امركم وامشوا والله يفتح عليكم ويفتح علينا والموضوع انتهى. ما بيحتاج يعني انت لو انا مسكتك من اظهرك كده انت قاعد تقاتل ليش؟ كلكم كده اتلموا اقوى معارضه ضد الحكومه اطلب من بيوت الناس وما تقتلوا المواطنين. اقوى معارضه ضد الحكومه ضد الجيش اندقوا. ممكن تقول انا سوداني عندي حقوق صح؟ اقوى معارضه. موضوع انتهى. موضوع بسيط ما بيحتاج. الزول جا من برا يرجع محل جه. لكن الاولاد طلعوا في الفيديو قال لك نمشي وين؟ ركز في كلامه قال لك نحن نمشي وين؟ طب تمشي وين ده؟ بيت ابوك بيت امك؟ انت كنت زمان قاعد وين؟ امشي اقعد في محل انت زمان كنت قاعد فوق. بس الموضوع انتهى. اي زول في دارفور يقعد في محله زمان هو كان قاعد فوق. قاعد في دور شجره اقعد في دور شجره، قاعد في قريه اقعد في قريه، قاعد في المدينه اقعد في المدينه. الموضوع انتهى. خلاص ده الحل. لكن لا لا هو راكب راس داري البلد دي كلها كده كب يستلمها. فانت بتموتوا ما تجي تطلع في لايف تقول والله العظيم دي ما اخلاق بتاعت مسلمين. الزول قال ضبحوا عديل ضبحوا. انت شفت طبعا والله العظيم مع شويه الشمالين دول بشوف شيء عديل قدامك كده كك 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 باكل مش لحم زول ده حرام باكلوه عديل كككش كككش بقرش ضبح. شو انت شفت حاجه؟ طب جوني يا زول قال دي ما اخلاق بتاعت المسلمين. انت داير توري الاسلام انت داير توري الشعب السوداني يا مجمل داير توري الدين داير توري الاسلام. انت بتعرف الدين اكثر منهم؟ انت صمت رمضان اكثر منهم؟ انت صليت اكثر منهم؟ انت بتعرف شنو الدين ده؟ انت خش للجنه ما بتعرف تغتسل. انت زول انت وسخ يا زول. انت عفن يا زول. انت المفروض يحمموك يدخلوك في البحر الاحمر في البحر الاحمر كويس؟ ولا في البحر الابيض المتوسط يغسلوك تمام كده ويعلموك كده زي 6 شهور وبعد ذلك هتلتقى ولدك ولد ولدك وحبوبة حبوبتك بعدين ممكن تلقى الناس تندمج يعني.
قال الله زول ضبحوه ضبحوه؟ قال ضبحوه. انت شفت حاجة؟ انت تلمت في بيت الناس واغتصبت وقتلت الضباب؟ انت ضبحوك دي ما انت المفروض تحمد الله سيدك. يا ولد زول بالنسبة لي أكد تمام إنه السودانيين ده خلاص بقى دينهم دين حجر وبعد ده أي زول مطرق سكينه وبس خلاص. بعد ده تاني بس بوجهوك للقبلة وبيجيبوا اللايف مباشر بس خي 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 الله أكبر. بعد شوية تشوف كرر بيطلوا الكبدة والكلام والأنفشفاش وبتاع تاك تاك بيقطوه بكبوا له ليمون كده وبتاع جغب غضب إلهي. أنت ما شفت حاجة والله الجيد ده لكن يا سيدي كلام واضح واضح جدا واضح كان واضح. أي ما أدري أقول لك كده لكن اللي بيعملوا الإشارة شيل شيلاتهم دقوا بس من طرف يعني هنا بعد ذاك المجتمع الدولي نقول للمواطنين ده يطلعوا الناس من بيوتهم يعني نمسكهم نعمل لهم شنو يعني. أنت شفت حاجة سلاح بيدور وفي ناس أنت شفت حاجة؟ أنت شفت المواطنين؟ أنا ما أدري أجيب لك الفيديو كله لكن المواطنين شايفهم. أنت شفت حاجة؟ الله أكبر عليك بعد أنت خلاص انتهيت. طيب طيب الفيديو ده بقفل لي الصفحة يا جماعة مرفوع في صفحات قوية موجودة وأنتوا شفتوه براكم هذول خمشوا ده.